السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هناء من قناة كل شيء في منزلي. كاين بزاف اللي طلبوا لي في النفتة هذه، يعني شمسية أو مظلة كيتسموها، أكثر منها. اليوم راح ندير لكم فيديو باش تشوفوا كيفاش نقدر منها. هي أنا ديجا راني قلعتها من الأرض، قلعت كيفاش نديرو. أنا كانت في الأرض، أنا راح نديرها في فوق، نقوها مليح، مخلوش يغسل هذو، مهم يكون فيها العروق. ها مع الشتا طاحت عندي التربة مازال راهي مشمخة. دوكا كيما دوك من جانفي نبداو إكسار من النبتات، نحطوها هنا في جهنا يفوتوها، خلينا شوية تراب. المهم يكونوا العروق ما يبانوش، يكونوا قاع تحت الارض. نطبقوا باش العروق ما يبانوش وتشد مليح هكا. ما نعمروش حنا التراب وما نمسحو كاع. انا يلي التربة راهي مشمخة، ما نشربوش ما نديروش الماء هكذا. كيما انا قلعت هذا يدي لي ثلاثة تاع ليتر. اللي يحب ينقل يعاود يدير غير في الحديقة تاعو، ثاني يقسم هنا هكذا يدير غير شوية. كيما هادو كامل ها ما ترموهمش، هادو كامل هما راهم ينوضو. هاهم العروق باش تشوفو مليح تعرفو كيفاش تقلعوه. هذا الصغير اللي ناض، ناضو كاين الكبير، هذا كبير بزاف. هذا حنا نمحو غير هذو اللي ناضو، هذه هي. دوك نكملو هنا، طبعو نزيدو غير شوية باش نبدلو. اللي عندو يبسين هكا يقلعهم ميخليهمش باش يجي هكذا. دوك زي دوك هو يعاود قاع يخرج قاع من يتعمر هذا البحر هكا. ما تنسوش التعليقات واشتراك في قناتي، ولي يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.